ربما كانت متوقعة عندما خرج التيار الصدري بعد دعوة زعيم التيار الصدري للصلاة الموحدة، إن كنت تذكر هذا الأمر، وربما قرأت تلك الصلاة الموحدة بأنها علامة وإشارة للقوى السياسية بأن التيار الصدري قادر أن يحرك الشارع ويغير الموازين. نعم نعم أستاذ أحمد، بالتأكيد يعني ما حصل بصلاة الجمعة كمشهد للاحتجاج على سياسات القمع، سياسات الفقر، سياسات الإذلال، سياسات استلاب الإرادة الشعبية، اليوم يستمر عبر هذا المشهد، وهي في الأساس امتداد للاحتجاجات في 2018 2019 وحتى في 2014. هذه الاحتجاجات الشعبية هي التعبير السلبي لرفض السياسات القمعية، سياسات انتهاك حقوق الإنسان، سياسات الإفقار للشعب، البطالة، الجوع، التلوث البيئي، الجريمة المنظمة، البنوك الوهمية، الفساد السياسي، الفساد المالي. إذن الشعب اليوم وضمن إطار حقوقه الدستورية يعبر عن رأيه بوضوح وبشجاعة تجاه هذه السياسات الخاطئة اللي استمرت من 2003 حتى يومنا هذا. أنا أعتقد كان هناك فرصة مهمة جدا قبل انسحاب التيار الصدري بتشكيل حكومة للتحالف الوطني بعيدة عن الطائفية، مواجهة الفساد، مواجهة السلاح المنفلت إلى آخره، لكن مع الأسف هذه الفرصة تم هدرها بسبب السياسات الإطار التنسيقي اللي كان يستهدف في الأساس احتكار السلطة، وأيضا الاستمرار بمنهج خاطئ اللي هو منهج المحاصصة الطائفية والتوافقية اللي قاد البلد إلى هذه الكوارث. اليوم من حق الشباب العراقي اللي يعاني من مشكلات كبرى أن يظهر، أن يعبر عن وجهة نظره، أن يحتج على هذه السياسات، لكن مع الأسف نلاحظ كل ما يتظاهر الشعب العراقي، الشباب العراقي الاحتجاج على هذه السياسات، القيادات لا تستمع.